الاخوان السلام عليكم. اول حاجه غنبداو بالمرحال، لان يعني المرحال هو الشعار ديالنا. باش غنبداو نشوفوا هذا المرحال ديال التران. ها هو، شوف ها انتوما كتشوفوا بعينيكم، ها انتوما داخلين كتشوفوا المرحال، شوفوا النظافه، شوفوا كل شيء. هذا في القطع ها انتوما تشوفوا، ما كاين لا حريه لا سقا لا والو، شتيا ها انت ها الماء سخون، الصابون تشوفوا ولا تشوفوا في القلب ليكم، راه الصابون، راه الماء، راه الهيدراي، هذا دراي باش تمشي في يدك، كل شيء هنا. هادي هي باش تشعل وتطفي. لهذا ما نطولش عليكم، نرجعو نديرو الموضوع ديالنا حنايا. معليش، لان ما عندناش، عندنا غير شويه الوقت، لان غادي نلحقو لرامز كيت وخصنا نشانجيو التران. فلهذا قالوا لي احنا، قالوا لي النتائج، صافي لي نتائج الانتخابات، قالوا لي بان داك اسمه داك الشلح فاز بداك، فاز معنا ما يفوز لنا. موني 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 توك بيبي، بيني موني توك. سقسي مولا غير تقول لك اللي خدامه في لاس فيغاس. ما عليناش، فاش لحقنا؟ لحقنا لاس فيغاس، وحنا نرجعوا بكم الى 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 الرباط. الرباط، الرباط هي العاصمه، فين كانت ساكنه مونا ديك سامي دو برازيل، هذوك الرباطيين هذوك. ما عليناش دابا. والله العظيم الا حنايا المسلمين غير المنافقين. ربي في هذه الليله الجمعه، ربي طير علينا ولاد القحاب، طير علينا العداله والتنميه في ليله الجمعه، ربي طيرهم علينا ليله الجمعه، ربي طيرهم علينا ليله الجمعه. الله يلقي هذه الامم كحله زحله، بلاك ما الله يعطيهم شي بلاك مصيبه، بلاك مصيبه هي زعما كاين مصيبه كحله نديروها بالانجليزي. ايوا دابا انتم شوفوا، ربي ربي جاوبنا، لان حنا من نهار الاول تنقول حنا راه حنا ماشي مع شي حزب ما والو، حنايا غير واحد الناس اللي تيبغيو يمشيو ينشطوا في المعهد ديالهم، كلوب بريفي، المعهد الشريف السامي العالي السلطاني العلوي المغربي تاع السكيرية عبر العالم، ماشي العالم ديال الجريدة، لا العالم اللي في طويل هذا كنا هكذا. ما عليناش، فلهذا الحمد لله مشاو علينا. وكثير من طنجة، طنجة كانت طنجة عاصمة داعش، عرفتي عرفتي شحال من شاب من اوروبا صيدوا في طنجة، مشاو مساكن الجهة باش طلعوا الجنة، ما رجعوش، ماتوا، مشاو للحزن. ديك طنجة، ديك طنجة كانوا فق العدالة العدالة والتنمية، هادو مجرمين. من عندنا الدرب نهار قتلوا داك عمر بن جلون، يقتلوا عندنا ولا الدرب. واش نتوما النعماني كان فيها، كان فيها الشلح مول الجل اللي تبع شويه الصبابط، كاين شي واحد اخرين من عندنا تما تهموهم وقتلوه على واد القحاب. انا عاقل، انا كنت مشيت للخارج وجيت تلقى دوك الناس دايرين الحياه، شنو هاد القلاوي هنا؟ دخلوا المسلمين وخمقوا على الدراري، وكاين الناس اللي فاقوا وكاين الناس اللي ما فاقوش. وهذوك الشباب نعمل واش قال لهم؟ قال لهم اعطيكم النتائج، اللي ما عندوش الشهاده الابتدائيه يعطوه ليه، اللي ما عندوش البروفي يعطوه البروفي، اللي ما عندوش البكالوريا يعطوه البكالوريا، ودخلوا للجامعات. هادو 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 المسلمين، هادشي باش دخلوا، دخلوا ديك الساعه وقتلوا، قتلوا عمر بن جلون، وهذا بن كيان كان رئيس العصابه، هو وداك اسمو الرميد، وديك الطبقه واد القحاب. ما عليه، مشيت وقعت نقول واد القحاب وحط قول الله ينعل طبلكم من هاد من هاد المنبر. الحمد لله اللي جرينا على بابكم، جري شنو نجري انا؟ ما جري عليكم والو، انا ندعيكم الله، لي الله تيجاوب لي الدعوات ديالي، انت عارفني انا انسان داخل سوق راسي، ما تنجبد حد، ما تيجبدني حد، فهمتي؟ اذا جبدني شي حد نجبد ليه بيرة، نجبد ليه بيرة، وتيبقى يدعي عليا تقول الله يعفو عليك والله عليك، وانا مزيان عليا، قد ما دعوا عليا قد ما نجبد البيرة. هاي البيرة شتي هاي، انتم خوتي، انتم خوتي المواطن، انا انا ما نخوش بكم، ها انتم انا باقي مخلص، ها انتم هادي ديال دوك ديال دوك تراس بولبا، هذاك اسمو استابليفت، هذاك تيجيني، هذاك هذاك المنافق، هذاك المنافق قال لنا اخلوش، ما اخلو اخلو قال لي بغا اخلو، مش تقدر دابا حنا غادي نديرو، غادي عندي واحد لو ليفر في الدار
في السده، كانت السده في استراليا من جهه السده، هذا ربع واحد السده داك اللي اسمو توس اليكول، هذوك اللي غادي نجبدو غادي نقرا لان كيسمو هو اسمو هذاك الشلح اخنوش غادي يبيع غادي يربينا، ومع انا ما مربي والو انا ديما انا سكير غادي يربيني، انا نجبد ليفغ ونربي راسي بديا هذاك لو ليف توس اليكول تعقل عليه، الناس اللي كانوا قراو اللي قراو مزيان واللي خرجوا زي انجينيور وخرجوا هادو كلهم قراو في توس اليكول، اللي ما بقاش في توس قرا تقلب ملي نقول اسمعني اسمعني انا واحد انا حليت البيرة دابا حليت البيرة انا غنقراكم توس اليكول على صحتكم على الشات على الحزب دابا الحمد لله الحمد لله دابا ملي ولا وزير الشغل تيقلب على الشغل على الدولة ولكن ولا القحاب ضمنوا المستقبل ديالهم زادوا في البنشن زادوا في الاجره ديالهم باش بقيت خلصوا طول الحياه الا كان الاخنوش نزيه وبركات وداك الشلح اسمو ديال الاصله والتصله الهيني عبط في حجمه الا كانوا نزهاء بثلاثة بهم دوزوا واحد الموسيون في البرلمان ويقولوا المحاسبة وداك الصالير ديال الافي يحيدوه لانهم هما المشرعين اللي قدروا يحيدوا يبدلوا القانون داك القانون هذا عطيه ديال الافي يحيدوه الا كان نزهة الا ما كانوش حنا معاهم حنا غنبغي نشوفوا بهم ثاني الا عشت الى عشان الخمسين غادي نبقى تاني تنشوه بهم لانهم ماشي نزهاء ودابا انا نعطيهم واحد الانذار انا واش ولا تسمو اسمو لك الاربيت لا لا ماشي الاربيت غير دابا نقول لهم انت الا كنتو نزهاء هذاك القانون اللي داروا هما زادوا في الشهريه زادوا في الشهريه والقحاب وما زادوش في الشعب هذه يحيدوها والمحاسبة تولي قانونيا محاسبة من أين لك هذا من أين تولي قانونيا ويعطيونا الحق باش نصوتوا ويعطيونا غير الحق باش نصوتوا ديمكم عصا ولا ما قوليش عندنا حق نبقى نصوتوكم باللسان ولا داك اسمو اخنا اش قالك يمشي لا جيستيس يروح قوضو هو لا جيستيس اللي كان باقي مسعد انا اقولها واعدها واتحمل مسؤوليتها قال لي واحد تراك السكره ما بقيتش عارف شنو تقول هي وياك شو هذا هو المهم لان حنا في المعاد حنا نريحو دابا نخربو لنا بقا نخربقو وحنا دابا التخربيق ديالنا جرينا على هادو العداله والتنميه ولا القحاب ها هما دابا اللي سبب عليهم والحمد لله مي وزير الشغل بقى بلا شغل اجي نخدمك عندي في الباري يا ولد القحبه يا الشلح الله ينعل دين امك يا ولد القحبه قال لك وزير قال الملك حطني لانني شاب عتقوي انت ولا في الباكيون عطاي مانيش فلهذا هذا هادو غني غيمشيو يحلفوا عند السلطان السلطان خصو يتكلم ليهم في ودنهم ولا شوفوا عندكم تعملوا السيم ميستيك الغلط اللي داروا هادو مولين الحياه واش عباد الله من 135 لمرة 125 تل 12 أنا عندي كثر منهم على دولة والله العظيم إذن خلص صباح البيرة سمحوا لي وكنت نفس الوقت ترحموا على والدكم ليلة الجمعة وكنت ليلة الجمعة الله يلقيها لهم كحلة سحلة قلناها نعاودوها ثاني ليلة الجمعة الله يطير دين أمهم دابا هادو دابا قول لهم شي جوجو مع المرة الثانية ولا يدير صاحب إلا كان مليح قال لي صاحب مالك عنده حق ولا كان قال شي طوموبيلة 4x4 القحاب غادي بالطوموبيلة الكحلات تفوح على عباد الله الحملة الانتخابية الله ينعل دين باباكم اللي كان قال لي واحد شدي الدين راه خويا راه ما عندهم لا دين لا والو حنا هما الدين حنا الدين ديالنا هو الدين الإسلامي الغير المنافق أنا كتشوف ولا عمري قلت لك شي حاجة أنا دين معاكم هاديك تا ديك الدري ديال لاس فيغاس تا يدير الحزب وخرجوا شي العيالات تما تا هما غادي يوليو بحالنا غادي تا هما يديروا الحزب ديالهم حنا غادي نعاونوهم لان غنكونوا في جلبهم جلب باش المرا خصها نعاونوها غادي نعاونوهم باش يوليو بحالنا لا
لا ماشي بحالنا، لا 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 يعتبر مناشدة كبيرة ولا تسكر. لا 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 هما معايا، لا خصو يشربو لي كوكتيل، شي كوكتيل دي لا كلاس، ماشي غير هاد مونوفونو ديك الطبخة وداك الشي ودوك صحاباتي بيش تشوف مهزين بيرة. لا 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 غادي نديرو لهم دي كوكتيل خاص ليهم هما. أنا قلت للمروكي باش يوجد لي واحد لا ليست ديال الكوكتيل، قال لي عيديها عطيها لك اسمها لك صاحبتو الحاجة بيلا، الحاجة بيلا غادية الأمريكان باش تعاون المولى في تأسيس الجمعية العسكرية. أنا مصيبة هادي، هاكا العدالة وتنمي، هاكا هاكا علاش تسوى يوم القحام، دخلتو الدين يوم القحام، رجعتني أنا كافر يوم القحام. الله يعين الدين بابكم اللي كان الله سبحانه وتعالى راه الفوق، شتي فينا ولا نشوف الفوق هذا خرج بكم خرج بك شو واحد يعرف فيا. الله يعلم دين امك اللي كانت تعرف فيها. هذيك قد عندنا الا حكيتي العين الزرقاء انا الكوش هذه الكوش اليسريه الا شي حكيتها سب، الا حكيتها تقول شكر شكر الا شو الحرام تعرف فيا انا وانا نسب دين امو عندك شي اوتوماتيك نسب فيها. هذا واحد غندو التر غندو التر ونمشيو التر الاخر. فلهذا نشكركم وهنيئا للحزب اللي فات ودابا ما عندوش الماجوريتي غادي بغا يعمل الكتله الكتله القحاب الباندي ولكن ديروا احنا معاهم. انا غالبا نطلب الاخوان يعطيوني الاسماء تاع الوزراء الجداد باش ندخل باش ندرب شخصيا نقراهم باش نتهجى. انا ما قاريش خصني دابا المغربي خصني يقراني السميه ديال هاد الوزراء الجداد هادو ولا باش ندرب عليهم بالقانون نجمع فيهم سبانتهم هما حنا ما خصنيش. فلهذا من هذا المنظر اودعكم ولا نمشي شكرا لاخر. شكرا على متابعتكم الله يحفظكم يا الجماعه مباركه ترحموا عليكم. هو التوقف انا غادي نوقف. السلام عليكم.